skeletal muscles are attached to bones ترتبط بالعظام and contraction of these muscles generate body movement وانقباض هذه العضلات يولد حركة الجسم legs movement, hand movement مثل حركة الأرجل والأيدي. The skeletal muscles fibers are long and cylindrical. الياف العضلات الهيكلية تكون طويلة وأسطوانية with multiple peripheral located nuclei والخلايا تحتوي تكون متعددة الأنوية تحتوي على أكثر من نواة وهذه النواة موقعها هو محيطي peripheral. The cell have striation يعني الخلية تكون striation يعني تحتوي على تخطيط أو مخططة. Alternating light and dark bands that result from the order arrangement of actin and myosin fibers within the cell. تكون مخططة حزمة غامقة وحزمة فاتحة تعود إلى وجود الأكتين أو فعل الأكتين والمايوسين. الحزمة الغامقة تحتوي على المايوسين لأنه هو المسؤول على الانقباض والحزمة الفاتحة بفعل الأكتين بروتين الأكتين لأنه هو مسؤول عن الانبساط. Cardiac muscles is present in the heart. يعني العضلة القلبية من اسمها موجودة في القلب. The cells are shorter, less striated than skeletal muscles within single branch nuclei. الخلايا تكون أقصر وأقل تخطيط من الخلايا الهيكلية وتحتوي على نواة واحدة. Individual cells are connected by ديسموسوم. الخلايا ترتبط مع بعضها بواسطة بروتين رابط يدعى بالديسموسوم. These cellular connections are visible under the microscopic and dark band called intercalated disc. هذه الرابطة الخلوية ممكن أن نلاحظها تحت الميكروسكوب وتدعى Intercalated Disc. Intercalated Disc هو عبارة عن نوع خاص من البروتين تربط الخلايا عضلة القلب. These cellular communication junctions are necessary for coordinate beating of the heart. هذه الروابط الخلوية ضرورية أو مهمة بتنظيم ضربات القلب. Smooth muscles tissue is found in the walls of hollow organs. يعني العضلة الملساء أو هي اللي نعتبرها العضلات اللا إرادية موجودة في جدران تجاويف الأعضاء. جدران تجاويف الأعضاء such as gastrointestinal tract, blood vessels, القناة الهضمية والأوعية الدموية and the urinary bladder وكذلك المثانة. Contraction of these muscles propel fluid or material through the organ. انقباض هذه العضلات تؤدي إلى دفع أو تدفق السوائل والمواد خلال الأعضاء like food through gastrointestinal tract مثل حركة الطعام في القناة الهضمية gastrointestinal tract, blood through blood vessels الدم خلال الأوعية الدموية urine push out of bladder وخروج البول من المثانة. Smooth muscles are not striated. العضلة الملساء غير مخططة hence the name smooth muscles ذلك سميت بالعضلة الملساء. They have single nuclei and have tapered end تحتوي على نواة واحدة ونهايات مدببة.
الصورة اللي أمامنا توضح لنا أنواع العضلات الموجودة في جسم الإنسان، العضلة القلبية والعضلة الهيكلية والسموث مسلز. النسيج الأخير النيرفس تيشو. Nervous tissue is specialized for communication and composed the brain, spinal cord and peripheral nervous. النسيج العصبي هو نسيج مخصص للتواصل ويتكون من الدماغ والحبل الشوكي والأعصاب المحيطة هي. This tissue consists of two major cell types. هذا النسيج يتكون من نوعين من الخلايا. Neuron and glial cell. Neuron والglial cell. Neuron communicate with each other by electrical and chemical signal. خلايا النيورون تتواصل واحدة مع الأخرى عن طريق إشارات كيميائية وكهربائية. They have a nucleated cell body and two types of elongated cellular process. ممن يتكون النيورون؟ يتكون من جسم الخلية، جسم الخلية اللي يحتوي على نواة، وترتبط بجسم الخلية نوعيتين من الزوائد الخلوية: dendrites التشجرات اللي تكون قريبة على جسم الخلية، which receive signal اللي وظيفتها هي استقبال الإشارة من الخلايا المجاورة. النوع الثاني من الزوائد الخلوية هي الإكسون المحور، which send signal المحور اللي ينقل الإشارة الكهربائية من الخلية نيورون إلى الخلية المجاورة لها. glial cell are the support cell of nervous tissue. glial cell هي خلايا داعمة إلما للنسيج العصبي. This slide show large neuron with their elongated cellular process and the smaller, more numerous glial cell. السلايد يوضح لنا نيورون مع elongated cellular process، يعني مع الزوائد الخلوية الموجودة أو المرتبطة به. ولاحظ النقاط باللون الوردي المنتشرة هي الجيليال سيل. الصورة الثانية، وهي الصورة الثانية مطلوبة منكم، توضح structure of typical neuron، تركيب النيورون. نلاحظ النيورون يتكون من body cell اللي يحتوي على نواة، والزوائد القريبة dendrites اللي هي التشجرات وظيفتها هي استقبال إشارة من الخلايا المجاورة ونقلها خلال المحور الإكسون. تحيط بالإكسون نوع خاص من الجيليال سيل، نوع خاص من الجيليال سيل تعرف بالشوان سيل. الشوان سيل تكون مثل الغلاف الدهني أو الشحمي يحيط بالإكسون حتى تساعده بنقل الإعازات العصبية أو الكهربائية. في حال قلت هاي الشوان سيل، قل تركيزها أو تآكلت، راح تسبب خلل بالأعصاب أو نقل الإعازات العصبية. وشكرا لحسن إصغائكم.